طب إلى مختصر من هذه السنة، مختصر من هذه السنة، احنا وصلنا إلى الفصل السادس. قال الرافضي الخبيث الحلي، قال البرهان السادس في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة، وقول إلى قوله تعالى: يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الثعلبي بإسنادي عن أنس وبريدة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال: بيوت الأنبياء. فقام عليه أبو بكر فقال: رسول الله، هذا البيت منها؟ يعني بيت علي بن أبي طالب وفاطمة. قال: نعم، من أفضلها. الله أكبر، رجل خبيث وكذاب وافتراءات عظيمة. وصف فيها الرجال بما يدل، وصف فيها الرجال بما يدل على الأفضلية، أو وصف فيها الرجال بما يدل على الأفضلية، فيكون على علي هو الإمام، وإلا لازم تقديم المفضول على الفاضل. يعني كذابين، كذابين، هو يعني يكذب على الله ويكذب على رسول الله، لا يتورع في هذا الباب. وطبعا أصلا هو لا يعترف بالصحابة حتى يقول في هذا الباب. قلنا الثالثة فضل أمهات المؤمنين في التمسك بالسنة، دي الثالثة من الفوائد. الرد على هذا الخبيث الذي أول الآية تأويلا، وقال الثعلبي غير ذلك، الثعلبي مليء بالموضوعات: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح فيها بالغدو والأصال الرجال. أولا نقول له: أين ثبت العرش ثم انقش؟ أين السند؟ أين السند فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل بيوتات وهذه دالة عن علي الإمام؟ أين السند؟ المسألة كلها أنه قال الثعلبي قال، والثعلبي أصلا ليس بحجة باتفاق أهل السنة والجماعة، حتى الشيعة لا يعتبرون الثعلبي حجة، وليس كل خبر جاء سرده أحد عندنا أن يكون حجة وأن نأخذ به. المسألة تحتاج إلى، فالثعلبي نفسه أصلا ليس ثقة عند الجميع، حتى الشيعة لا يحتجون به. علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به، لا في فضيلة أبي بكر وعمر، ولا في إثبات حكم الأحكام إلا أن يعلم ثبوته بطريق آخر. فليس له أن يقول: إن نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور، فإن هذا بمنزلة من يقول: أنا أحكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور. فهل يقول يعني أحد من علماء الجمهور أن إن كل من شهد منهم فهو عدل؟ أو قال أحد من علمائهم أن كل من روى منهم حديثا كان صحيحا؟ الحقيقة أنا أقول له الآن، أنا أقول لك: ائتنا بما عندك من الإسناد، ثبت العرس ثم انقش. والثعلبي لا يعتمد عليه، يقولون في الثعلبي قالوا عنه أنه حاطب ليل، يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما في تفسيره. فإذا تفسيره غالبه في الموضوعات والمكذوبات، وطبعا هذه بضاعة الروافض الخبثاء، هذه بضاعة الروافض الخبثاء، بضاعتهم هو من بضاعتهم الخبيثة هو مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التعضيد لولاية التكوين. هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكر علماء الحديث في كتبنا التي يعتمد عليها من الحديث، ككتب الصحاح، كتب التسعة، كتب الستة، كتب التسعة والمسانيد، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب، لكن هذا قليل جدا. أما هذا الحديث وأمثاله فلم يأتوا به. وأن يقال الآية باتفاق في الناس هي في المساجد، الآية في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح الله فيها بالغدو والأصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع. هذه باتفاق العلماء أن المقصود بالآية هنا في بيوت، هي بيوتي، بيوت الله جل وعلا، اللي هي المساجد. فمن أين أدخلتم بيت علي في هذا الباب؟ من أين أدخلتم بذلك؟ فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مخالفة ظاهر القرآن ومخالفة إجماع اتفاق المفسرين أهل التخصص. ويقال بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين، لما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أفضل بيوت المسلمين؟ طب بيت النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ مع هذا لم يدخل في هذه الآية، لأنه ليس في بيته رجال، إنما فيه هو والواحدة من نسائه. ولما أراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا بيوت النبي، نعم. فالصحيح الراجع في هذا الباب أنه ليس بيت النبي الذي هو أهم أن يدخل، لا ليس هو الذي قد دخل. عليكم السلام وكاته فارس، جعلك الله فارس الإسلام حبيب. والوجه السادس في ذلك أيضا أن قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نكرة موصوفة ليس فيها تعيين، والمعنى أنها على التعميم قوله أذن الله
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت والصلاة فيها، دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين لأنه فيها ذكر الله وفيها النوافل وفيها الصلوات وفيها التسبيح. وممكن أيضا في البيوت تعقد فيها مجالس العلم، ومجالس العلم هي أفضل مجالس الذكر، مجالس العلم هي أفضل مجالس الذكر. نعم. الوجه السابع أن يقال إن أريد بيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلى الله عليه وسلم فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها بيت علي أيضا، يعني حتى مع التنزل، لأن البيوت يقصد بها بيوت، البيوت ليست المساجد، فبيوت النبي أولى، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيت علي من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها بيت علي. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيوت كثير من الصحابة، وأي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه هو من بيوت الأنبياء دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا قلتم بذلك وقلتم أن هذا دلالة على إمامة علي بن أبي طالب ويتقدم على أبي بكر وعمر، رجعتم إلى ما قلنا لكم على أمور ثلاثة. الأمر الأول أنكم كذبون، وهذا كذب وافتراء، وأيضا فيه ما فيه من البهتان. الثاني أن نقول ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا ليس بكذب والثعلبي ثقة ثبت أمين وأن هذا له إسناد موصول، أين الدلالة على أن علي بن أبي طالب هو بيته يقدم على بيوت أبي بكر وعمر وعثمان؟ أين الدلالة على ذلك؟ سيقولون أن الإنسان قال هذا من أفضلها. طب هو قال من أفضلها، ما قال أفضلها، هو قال من أفضلها، ونحن نقر أن بيت علي بن أبي طالب من أفضلها، في الحسن والحسين وفي عائشة رضي الله عنها، ولا نقر أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر. لما قال من أفضلها يبقى بيت أبي بكر أفضل، يعني أبو بكر أفضل من علي وعمر أفضل من علي. يرجع الأمر على التأصيل الأول وهو أن أبو بكر مقدم على كل الناس، وكما قال عبد الرحمن عوف وزن أبو بكر وفوضع في كفة، وزنت الأمة بأسرها في كفة، فرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. رجل يعني صدق الله فصدقه الله جل في علاه. هذا بالنسبة للمختصر منهاج السنة، ما زال الرجل يكذب، وما زال الرجل ليس عنده إلا الافتراءات من أجل تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مقدم، هو مقدم، لكن الترتيب الذي قلناه الأربعة، الفضل الأربعة في هذا الباب هو الأصل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.